سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير. اليوم غنتكلم لكم على واحدة من أسوأ الحشرات اللي يمكن تتواجد في المنازل ديالنا، واللي هي البق، واللي الخطورة ديالها أن التخلص منها صعيب بزاف، والقضاء عليها كياخذ وقت طويل ومجهود كبير. ولكن في هذا الفيديو هذا غنعطيكم الحل الفعال باش تقضيوا على هذه الحشرة بشكل نهائي، وللتعرف على الطريقة خليكم معايا بعد الفاصل. المرجو الانضمام للقناة وذلك بالضغط على زر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا بلايك إذا أعجبكم الفيديو. هاد النصائح اللي غنقدم لكم اليوم من خلال تجربتي المتواضعة مع هاد الحشرة هذه اللي عانت معها حماتي لوقت طويل، جربت العديد من الطرق ولكن بلا نتيجة. اللي خاصكم تعرفوا هو أن هاد الحشرة هذه ما عندهاش علاقة بالنظافة، يعني يمكن تواجد في المنزل أو في أي منزل وخا يكون نظيف، كما انه ما يمكنش القضاء عليها بالنظافه بوحدها، مما كيدفع الناس للتجرؤ استعمال المبيدات الخطيره على الصحه، واللي تقدر تقضي على الحشره فعلا ولكن ما كتقضيش على البيض اللي كيفقص بعد مده وكترجع الحشره عاوتاني للانتشار من جديد. قبل ما نذكر الطرق اللي غنستعملوها للقضاء على هذه الحشره هذه والبيوض ديالها بشكل تام، خاصكم تعرفوا باللي القضاء عليها ماشي ساهل وكيحتاج خطه محكمه، الا وهي هذه الخطه. اولا غنقضيو على الحشره، ثانيا غنقضيو على البيوض ديالها باش ما تعاودش ترجع لينا من بعد، ثالثا نعقمو الغرفه اللي فيها ديك الحشره ديال البق من مخلفات ديالها باش ما تسببش لينا حساسيه من بعد. للقضاء على هاد الحشره هذه غادي نستعملو الزنجبيل المطحون اللي كيتستعمل في الطبخ، اللي كنقولو ليه حنا سكينجبير، يعني هاد المنتوج هذا ديال الزنجبيل المطحون موجود في اي بيت، متوفر عندنا كاملين. كنشدو هذاك الزنجبيل المطحون كنخليوه في الماء 4 سوايع او ليله كامله على ما يطلق المفعول ديالو، وغنرشوه على الغرفه بالكامل ما نساو حتى شي بلاصه. اما بالنسبه للاغطيه والمخدات والافريشه لابد اننا نغسلوهم بالماء المغلي، اي نصبنو الحوايج والمانط والمخد بالماء طايب، من بعد نشرهم في بلاصه تكون مشمشه مزيان، نخليوهم يتشمشوا. من بعد ما يكونوا رشينا الغرفه بالزنجبيل المطحون غنبخروها بالقهوه والفلفل الحار اي السودانيه، يعني غنبخروا بالسودانيه والقهوه بجوج بهم، غنبخروا الغرفه. لكن من بعد ما نبخروها نسدوا الغرفه ساعتين، يعني حتى حد ما يدخل ليها، حتى حد ما يجي جهتها بمعنى اصح. من بعد غنعاودو نرشو الغرفه كلها بالاتات ديالها بالسرير بكل شيء بيكربونات الصوديوم مع الماء. هاد بيكربونات الصوديوم مع الماء هي اللي غتلعب لنا دور المعقم وغتساعدنا في القضاء على البيض. البيض اللي كيكون كيف ما قلت لكم صعيب التخلص منه هو اللي كيكون السبب باش كترجع لنا ديك الحشره. والخطوه الرابعه والاخيره غنشدو السشوار اللي كنشفو به شعرنا، غندوزوه بشويه على جميع المناطق اللي فيها التنيات، حيت هاد المناطق هذه هي اللي كيبيض فيها البق وكيتخبى فيها وما كنوصلوش ليها بالادويه اللي درنا. منين ندوزو السشوار ندوزوه غير بشويه حتى نتاكدوا بان ديك البلاصه راه وصلاتها مزيان السخونيه، حيت هاد حشره البق هذه ما كتحملش الحراره عفوا، وعزيز عليها تعيش في الرطوبه. وهكذا غنضمنوا القضاء على البيض حتى هو، ونضمنوا بانها ما غاديش ترجع لينا ديك البق في الانتشار ديالها. والوقايه من هاد الحشره هذه نتجنبوا نشريو الاتات المستعمل، وفي حاله شراء ديالو كننظفوه مزيان ونشمشوه، وبعد ما نكونوا راقبناه قبل وشفنا واش فيه شي حاجه ولا ما فيه والو، وضروري من النظافه. وحتى الا سافرنا لشي مكان خاصنا نشوفوا البلاصه اللي ننعسوا فيها واش فيها هذيك الحشره ولا ما فيهاش، حيت كتكون حتى في الفنادق وتقدر تلصق لينا في الملابس ديالنا وحنا ما نردوش البال ونديوها للمنزل ديالنا. نتمنى هذا الفيديو يفيدكم ان شاء الله، واللي عندها اي طريقه اخرى او سؤال توضعوا في التعليقات باش تعمل إفادة ونتناقشوا في الموضوع أكثر،
ما تنساوش الضغط على لايك والاشتراك في القناة ديالي للتوصل بالمزيد من الوصفات المجربة 100%، كما وعدتكم، وإلى اللقاء إن شاء الله.